وفي ريف دمشق أيضا دمرت قواتنا الباسلة آخر أوكار الإرهابيين في بلدة القيسة بالغوطة الشرقية وبسطت سيطرتها عليها بشكل كامل. حطت إنجازات الجيش العربي السوري عند بلدة القيسة بالغوطة الشرقية بريف دمشق مخلصاها من إرهاب عاث فيها فسادا وتخريبا وتدميرا. نحن الآن في بداية بلدة قيسة التي أتم الجيش العربي السوري سيطرته عليها. يزداد إحكام الطوق على المجموعات الإرهابية في الغوطة الشرقية بعد أن بسط بواسلنا سيطرتهم الكاملة على الخط الممتد من مطار دمشق الدولي إلى بلدات كفرين وحران العواميد والعتيبة والقيسة وعدرا الصناعية وحتى الضمير، قاطعا طريق أمدادهم بالإرهابيين والسلاح. نحن الآن في بلدة القيسة، وتعتبر هي من آخر المنافذ التي يستطيع منها المسلحين التواصل فيما بينهم وإرسال الإمدادات إن كان بالمسلحين أو بالأسلحة للإرهابيين. وستكون إن شاء الله مقر ومنطلق لعمليات الجيش في اتجاه المناطق الأخرى لتطهير كامل الغطاء الشرقي من المسلحين بإذن الله. الإرهاب وداعموه مصرون على أن يثبتوا للسوريين حقيقة فكرهم الإجرامي والتخريبي، فزرعوا العبوات الناسفة في دور العبادة والعلم ومنازل المدنيين والطرقات. هذه إحدى الحفر التي انفجرت بها العبوة الناسفة حيث كان يضعها المسلحون لإعاقة تقدم بواسل قواتنا. السوريون دعوا للحوار للحفاظ على وطنهم دون تدخل أو تدمير، لكن مرتزقة الإرهاب وداعموها مصممون على تدمير سوريا، متناسين أن رجال الجيش العربي السوري دائما في المواجهة والتصدي لكل معتد على أرض الوطن. لأخبار التلفزيون العربي السوري، محمد جربوع. شكرا للزميل.